سائق ديال الطاكسي باقي لحد الان ما توصلنا حتى شي خبر ديال على قبل التعقيم ديال الطاكسيات، لان الشيفور ديال الطاكسي اول 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 واحد معرض للخطر ديال هذا الفيروس، وثاني متضرر هو المواطن اللي غيتقل العدوى بشكل مباشر للمواطنين بعضياتهم، لان ما كاين لا تعقيم لا والو. على الاقل خاصها تكون تعقيم سيارات الاجره اما مره اما جوج مرات في اليوم 24 ساعة، مثلا في مراكز التنقيط على سبيل المثال. لا والو خويا، ما كاينش اللي تسوق لنا كاع بتاتا، على الاقل يعقمونا غير الطاكسيات بداك ويحميونا حنا كسائرين سيارة الاجرة، يحميونا وكذا كما تيهضروا يحميو المواطن. راك عارف الطاكسي راك اكثر زمان فوق 200 واحد في النهار و 300 واحد في النهار، يعني راه ماشي ساهله باش بنادم راك اكثر عرضه لهذا المرض لهذا الفيروس. هذا هو الشيفور سائق طاكسي هذا ما كان. بالنسبه للحركه اخويا، بالنسبه للحضر اللي حضرت الدوله رئيس الحكومه اللي حضر كل شيء، راه تازمنا حتى هنايا. حنايا اخويا غير خدامين، هما الطوموبيلات كيهضروناش كيما كنقولوا هنا الروسيطه، حنا ما بقاش كندخل اليومي ديالنا، ما بقاش كنشيطوا. هذا ما كان السبب ديال الحضر هذا، والسبب ديال في هذا الفيروس ديال بما يسمى كورونا. احنا اخويا غادي ناكلوا لاصا، السائق طاكسي ولا غادي ياكل لاصا. اما مول الطاكسي راه يهزو يقدر يخدم به، يقدر يدبر راسو في جهه اخرى. حنا اكثر عرضه لهاد المشاكل هادي، وكنطلبوا من الدوله تشوف بعين الرحمه في هذا القطاع هذا ما كان. والله ينصر سيدنا. Thank you.